والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، غزالي غزالي طار جرحي طار، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب. ولك يسلم لي هالصوت يا ربيعة، يا أحلى صوت بسمعه بها الطبيعة. بس يا حسرة بهالوقت ما في سميعة. الحق بإيدك لأنه صوتك جاي من المدينة مو من الضيعة، وأنا لو خيروني شغلك بشغلك يا مطربة يا مذيعة. فظاعة على جواباتك شو سريعة. المهم هلأ طمنيني شلونه الببو ببطنك، وإمتى رح أشوفه ملقح على حضنك؟ قريبا إن شاء الله، كلها كم أسبوع. إيه إن شاء الله تقومي بالهنا وتجيبي لنا هالضنا، ويربى إن شاء الله بعزك ويرضع بإذن الله. الله يسمع من تمك ويديمك فوق راسي يا حمدي. أي بس بصراحة يا حمدي أنا مستتقلة كتير وعم بتعذب، وبخدمة هالبيت الكبير عم بتغلب، لأنه معلومك البيت بده كناسة وبده قلط وبده قيم وبده حط وبده مرة بسبع رواح مثل القط. يا ستي الله يكرمني بعشر أولاد منك بين صبيان وبنات، حتى ياخذوا كتف عنك ويعينوني بهالحياة. وبدك الحق يا ربيعة، مو مصدق امتى اشوف هالولد حتى يحمل اسمي ويكون لي سند، لاني انحرمت منه 20 سنة، والمسكينة اللي قبلك ما تركت وسيلة لحتى تحبل، بس صحتها ما ساعدتها وكل ما لا تدبل هيك لحتى. الله يرحمها، شو جاب سيرتها هلا؟ بس اذا كان هذا اول ولد الي ونفسي ماله طالع، لكان شو بده يصير بحالي لما يهل الشهر التاسع؟ والله الحق بايدك يا بنت الحلال، بيتنا كبير وبده ركض وخدامه، ايه هديار لحالها قد سوء الهال، بقى اذا اشتكيتي ما عليكي ملامه. وصدقيني يا ربيعه يا ما حاطت حالي بمطرحك، وخايف لا سمح الله تطرحي على غفله او التعب يصطحك، ومن فزعي وهلعي عليكي يا من تراني عم حذرك وانصحك. ما بتتذكري لما جبنا الخروف على العيد كيف ربطته بالحمام حتى ما ينطحك؟ بلا بتذكر. روح يا حمدي، إلهي لا يحرمني منك ومن لهفتك يا حق، ويخلي قلبي كل ما اطلعت فيني بنظرة يدق بصدري يدق. هذا واجبي حبيبتي، واجبي قدامك وقدام ربي، وكتير عيب على شيبتي اهمل ام ابني يلي من صلبي. يعني اللي صاير فيني يا ضو عيوني اني معتبرك مرايتي، وصايرة لروحي الفرحة ولعمري البسمة، ومنظرك الجميل تسليتي. شو بدي اقول لك يا ربي على قول، خايف تقل العيار تقولي عني منافق، بس اليوم حابب سمعك كلام ما خطر على بال مراهق. يعني شوفي ربيعة، انا اذا بدي غني لك بغني لك يا مالكا قلبي، واذا بدي غازلك بقول يا خاطفا لبي، واذا بدي ادعي لك ببتهل وبقول خلصها بالهنا يا ربي، واذا كنت بريدك بتوسل الهي خليها بالجنة جنبي، وإذا كنت مسرور منك بتمنى تلزقي فيني ودربك يكون دربي، وإذا كنت مخلص لك بتمنى موت فداكي وأقضي نحبي، وإذا كنت مو مصدقة كلفيني بشي غرض وجربي. تقبر عظامي يا حمدي على هالطلاقة وعلى هالبحث، منين بتجيب هالكلام؟ لأنه بصراحة أنا سخسخت وحابة حط راسي على إيدك ونام. هذا أنا يا ربيعة، هيك الله خلقني، والمولى بعدي اسمه دابب حنيتك بضلوعي، ورغباتك محققة غصب عني وموضوعي بعتبره موضوعي. تسلم لقلبي يا حمدي، أنا ما بعرف أحكي مثلك، بحبك وغير هيك ما عندي. طيب شو رأيك إذا جبت لك شي صانعة تعينك بهالأيام الصعبة؟ بتجلي عنك وبتمسح لك وبتطبخ لك وبدأ كبة. هلأ عم تحكي عن جد؟ ولا بدك تضحك على عقلي وتهزلي بدني؟ وليش حتى أضحك على عقلي؟ بعدين بدنك مو لأيان هز، اصلا كان عندكم صانعتين ببيت اهلك، يعني انت معوده على العز. حمدي مشان الله جد عم تحكي؟ بتصور عربي عم بحكي مو تركي. ولك تقبرني يا حمدي ما احلاك، بعمري ما راح انسالك هالمعروف وما راح انساك. لك تسلمي لقلبي يا ربيعه ما احلاكي، وبصراحه يلي دابحني عيناكي. هلا اروح على شغلك وغبلك شوي عن وشي. يي صحيح حمدي، شو بتريد اطبخ لك؟ تحب الكوسه المحشي؟ من ايديكي بس. تسلم ايديك ابن عمي. لا بلاها كلمة ابن عمي، ناديلي من هلأ ورايح ابو حامد، لانه هيك ناوي يسميه اذا الله رايد. طيب
طيب ليش ما بنسميه ربيع؟ حلو هالاسم كتير وصبياني. مو بس حلو وبديع، بس أنا إلي هدف تاني. شو هالهدف؟ يا ستي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما عبد وحمد، وأنا من هالمنطلق والله أعلم حابب سمي حابب. والله إذا كان هيك قال النبي العدنان أنا ما بقدر خالف، وطالما أنت حابب هالاسم كمان رح أخلي إذني عليه توالف. الله يبارك فيك شو مطيعة وصاحب الدين وتقوى، وينصر دينه يلي سماكي ربيعة، لأنه الربيع بوشي ضوى. طيبونا للطيبات ابن عمي. شو قلنا؟ ناديلي أبو حامي. مو لحتى أتعود عليه، حاسس توب تبني جامع. ماشي الحال. طيب بدي أسألك، إذا أجتنا بنت تنقهر لأنها بنت؟ إيه لا كان زعلي ولا كنت، إذا من هدية الله زعلت. لك تقبر قلبي ويسلم لي لسانك، يلي بيعجبني فيك إيمانك. طيب شو بدنا نسميها؟ بدي اسم هيك حرج. يا ستي رح أترك الاسم إليك. طيب شو رأيك باسم رابعة؟ أنا ما بتهمني الأسماء، يلي بيهمني إنك تقومي بالسلامة. بعدين بدك تسميها رابعة، فليكن رابعة. رح أقوم إن شاء الله بالسلامة، إذا جبت لي الصانعة. بيصير خير إن شاء الله. خاطرك هلا، أنا رح أوصيلك اللحام والخضر على الكوسة واللحمة. بدك شي تاني؟ لك أنت بس قولي، قولي بدي. شو بدي؟ شو بدي؟ إيه، تذكرت. بدي وقية سنوبر هندي، لأنه ما عاد عندي. بتأمري أمر. يلا، السلام عليكم. الله معك وبحضين السلامة يزرعك. آخ الله يوفقك ويفتحها بوشك ويبعد عن طريقك كل مين بمية ما زهر بده يرشك. وجبلي وجبلي ويا ماما جبلي وحلق الألماس وريته يلبقلي. آخ الله يا ربيعة، هالوصف اللي عم توصفيه وهالنعيم يلي انت فيه بدل على راحة ضمير وانشراح. إيه لكن لأني بهيمة والبهيم طول عمره مرتاح. ليش؟ لأنه بهيم ما بيعرف كوز الذرة من حبة التفاح. ليش؟ لأنه غشيم وأنا كنت ذلك البهيم وذلك الغشيم والله العليم. إيه لا ربيعة لا، ما بصير تحكي عن حالك هيك ولا تحطي التشاؤم ببالك. وإذا كان اليوم طريقك معتم وحالك فالله الله بعدي اسمه رح يجعلك يا سالك. بس ما يكون عمره رايح من هالك لمالي. المهم يا سميحة ويا إنعام صار فيي مثل الأفلام، وحتى ما كتر الحكي وزود اللعي رح ورجيكم بالعين كل شي صار معي. فوتي فوتي يا بنت، فوتي ولا تستحي. معلش معلش، طبصي على الأرض ولا تشلحي. مرحبا ربيعة، فوتي يا بنت، فوتي سلمي على ستك الجديدة. مينو هاي؟ هاي الصانعة اللي وعدتك فيها، شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس ما عاد بدي صانعة. وليش ما بدك يا حبيبتي؟ حرام نضوعها على حساب انت مزنوقه على صانعه وملوعه. صحيح، بس انا بدي اياها صغيره بالسن، يا دوب 11 12 سنه، مو كبيره منين ما رنيتها بترن ومنظرها بغير ومدهرنه. حاكم انتوا رجال عينكم لبرا وما في لقمه بتمكم مره. ربيعه ماني مصدق اداني يصدر عنك هالشي. قال مجنون يحكي وعائل يسمع. عيني بقلعها من وشي اذا بهالبنت بدها تطلع. بعدين انت بعيني بتضلي البدر، فشر البدر. انت احلى وإلها العتبه وإلك الصدر، وان ما عجبتنا منقلعها لبيت اهلها. قربي لعندي يا بنتي. حاضر ستي. شو اسمك انت؟ فريزه نعناع. عند مين تشتغلي كنتي؟ عند جماعه بالقصه. وشو اسم ضيعتك؟ ضيعة بعيدة ما بتعرفيها. ما بهم، حابة اسمع صوت فريزة وتعرف عليها. تعرفي تطبخي؟
كنت ببيت سيدي اطبخ واغسل واجلي وعزل وخيط وفصل واعتني له باولاده الصغار وربيهم. وليش تركتيه هون واجيتي تشتغلي عند غيرهم؟ قولي بالظاهر هنن قلعوكي؟ قولي ليش تركتيهم؟ ليش هنن صرفوكي؟ سيدي الكبير طلب مني سايره ما رضيت، خفت على حالي منه ورحت تركيد. حكيت لأمه الختيارة، قامت طيبت خاطري بكم عبارة وعطتني مصاري وأجرة السيارة وقالت لي برافو عليك يا بنتي، شريفة فتي لعنا وشريفة طلعتي. وهذا سيدك ما عنده مرة؟ الله بالعمر يزيدك، مطلقة. وكيف لحتى اجتمعتي بجوزي؟ بعد ما طلعت من البيت صرت أطلب مساعدة الناس، والحجي دكانته بخان الزيت وشفته على الأساس، شفق علي وطلب مني أني أخدم عنكم، وقال لي مرتي ست لطيفة وحنونة، وحسيت أنه ما في منكم، وشكرت ربي اللي ما بينسى يرزق الدود بقلب الصخر الجلمود، مع أنه قالوا لي مو كل حجي حجي ولا كل شيخ ابن أصل، بس أخلاق هالحجي فرجة وجمالك بيطير العقل. عدي هنيك على طرف البحرة. ايه ربيعة شلون لقيتيها؟ باين عليها مهذبة ومطيعة وما فيها علة ولذيذة. الحقيني لقلك يا فريزة. هاي هي الأوضة اللي راح تنامي فيها، صحيح ما فيها فرش على الموضة بس لطيفة ومنمنمة ويا عيني عليها. على كل حال أنا عندي فوق فرشة زايدة وشرشف والحاف ومخدة، وراح أجيب لك ترابيزة بركي فيها الفايدة، بيجوز تصندي عليها شي وردة. كتر خيرك يا ستي. أنتي كنسيها ورتبيها على مهلك على بين ما أطلع أدور لك على أغراض تلبق لك. خدي المقشة ورشي الأرض بالمي كمرشة حتى ما تطلع الغبرة وتتوسخ الفرشة. الله يخليكم يا ستي. ربيعة شلون شفتي لي هالبنت؟ يا سيدي فوق ما تصورت. من أنو ناحية؟ يعني باين عليها شاطرة وخفيفة وبالشغل إيدها ماهرة ونظيفة. أنت شوف بيت الليمونة شلون صار. يا سيدي فركت البلاط بالليمونة بعد ما كان كله شحار، وليفت الأطرميزات وعزلت الرفوف وضبت المطبخ وشطفت كل الصاليات بدون ما تنادي لي أو تصرخ، ورجعت كل شيء لمحله بدون ما تسأل، ورجع بيتي أحلى من الأول. بس فشرت تكون أشطر منك. بعدين هي صغيرة ما بتتعب وسنها أصغر من سنة. هو أنا دائما بقول أحلم مني الله خلقه، أشطر مني دم من فلقه. يا ستي الحمد لله على التوفيقة. تعرف أنا حبيتها كتير لهالمخلوقة، باينتها ذكية كتير وعيوقة. صحيح، وما بتحسي عندها فرطة أو مجلوقة؟ بجوز بس. بس شو؟ بس يعني لو ما كانت حلوة بهالشكل جمالها يا شيخ بيطير العقل. بالعكس هي أحلى خصلة، والحلاوة عمرها ما كانت علة. أنو أحسن يعني تتصبحي على بكرة بوش مثل الفلة الريانة ولا بوش مثل العنزة الجربانة؟ تف من تمك، شو عم تحكي يا رجال؟ بعدين إن الله جميل يحب الجمال، ليش أنا حابك لكان؟ بس هالبنت يا حمدي جمالها فتان، صحيح جمالها من بعدي بس عيونها مثل الغزلان. ربيعة ليكون أنت منها غيرانة قوليها. ليش كل هالقد شايفني حيواني حتى شبه حالي فيها؟ وأنا هيك عم قول، قلت لحالي مو معقول. بس أنا خايفة عليها من أجير السمان وأجير اللحام وهلما جرة، هدول بطير عقلهم إذا شافوا بقرة. ليش أنت رح تبعتيها تجيب أغراض من السوق؟ ما بيخلى الأمر إذا كان الواحد مزنوق. ولا يهمك، من هلأ ورايح أنا رح أجيب الأغراض ابتداء بالسكر والرز وانتهاء بالحفاض، منيح هيك؟ بس هذا تعب عليك. لك ما في تعب يا عمري ولا شي، انت على رمشي بتمشي، انت بس امري ومن عندي طلبك ماشي، انت بس تمكيجي وتغندري. تسلم لي ما احلاك يا حمدي. بعدين يا ربيعه انا ما بقدر اهمل البنت، بخاف من الله وعقابه، وبخاف يوم القيامه اذا سئلت ما اعرف جاوبه ويحرمني ثوابه. يا عيني عليك يا حمدي، إيه انت نظيف مثل المرايا وطول عمرك بتخاف على الولايا. ايه طبعا، وخاصه اذا كانوا صبايا، لانه ما بتعرفي هدول بتحوم حواليهم النوايا. الله يقويك ويديمك حتى تفعل الخير على طول. آمين يا أرحم الراحمين.
قايم لسه ما اكلت. حبيبتي شبعت، رح انفجر. اخذ هاللقمه لك من ايدي. ايه بدي اكلها من ايدك ولو بدي انفجر. يلا دايمه. لوين قايمه؟ بدي لم الصفره. حطي من ايدك، شو نسيتي البنت؟ لازم تعوديها على الخدمه بالصخره. صح، صدقني لسه ما تعودت عليها. يا فريزه تعي ارفعي الصفره. على عيني وراسي، ان شاء الله صحه وغنى. على قلبك. لازمكم شي كمان؟ يرضى عليكي، عملي لنا كاستين شاي لكان. على عيني. الابري والببور جوا على الرف، وجنبهم علبه الكبريت، ويمكن السكر والشاي حاططهم على الدف. ان شاء الله اكون ما نسيت. مزبوط ستي، شفتهم. يا سلام عليك يا ربيعه على هالعيشه الهنيه. فعلا عايشه مثل الاميره بالدلال والنعيم. صحيح، ما بقلكن لا، جوزي حمدي كان مدللني ومخنمني ومستتني ومو منقصني شي، وكان يصرف علي سواء معه ولا ما معه، وكان يحب يعيشني بالجخ والرخ، ويحبني اتباهى واتغاوى وما حدا قدي. وميلي يا ربيعه ومسندك حمدي، وشو يقول لي؟ بحبك تلبسي حرير ولو كان مفتوق، وتحطي على راسك جورجيت ولو كان مشقوق، وتلبسي ذهب ولو كان مسروق، وتجيبي صبي ولو كان مخنوق. يبعث لكم الهنا. عم تضحكوا علي انا؟ لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نضحك ونمرق وقت. حاكم شامي بقصتك ريحه بلاوي ولاحقين على المقت. خلاصه ملخص يعني، كملي ربيعه. الحاصله يا حبيباتي، بلشت هالايام تمر وتمرق، وانا وهالبنت مثل العسل على البندق، وحمدي عاجبه هالامر وماله بهالموضوع، لا زبيب ولا تمر. يلا في حدا؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه. صحة وهنا إن شاء الله. على قلبك يا حياتي يا ربوعة. يا فريزة. بدي أطلب منك طلب يا ست الكل، بس لا تزعلي مني. يبعث لي حمى وداء السل، ليش لا أزعل ابن عمي؟ يا ريت أنت تطبخي. مالي حابب طبخة، فاصولية الحب معك بترتخي، بس معها خايف تعمل لي نفخة. يو شو هالحكي يا حمدي؟ ليش فكرك هي اللي عم تطبخ؟ ما بعرف، هيك ظنيت. هو بيني وبينك يا ريت، والطبخ كتير بيسعدك، بس بصراحة طبخ البيت ما بحب سلمه لحدا. الحق معك، لأنه إذا طبختي بإيدك بتعرفي شو عم تتحشي بمبلعك. هي صحيح بتعاوني بتفصيص التوم وتقشير البصل، بس إني سلمها تطبخ ابدا ما حصل. صدقني يا عيوني. يسلموا لي عيوني، يسلموا لي هالعيون، بس ثاني مره بكون ممنونك لو رشيتي على الفاصوليه شويه كمون. لك تأمر يا حبيب قلبي. يلا خلي لي اياكي يا رب. ستي خلص منعنا الشاي الاخضر، بنحط لكم شاي احمر. شو هالحكي؟ هي نسوه تنتسى. على كل حال معلش فريزه، بجيب معي بكره المساء. وين رايح؟ ما بدك تشرب الشاي؟ بدي اتوضى وصلي العشاء. هلا بيبرد الشاي. بحبه من ايديك خمير يا حلوه. حبك العافية يا عيوني. يا حياتي أنا على الهنا يلي أنا. فريزة روحي ناولي سيدك سجادة الصلاة والبشكير. وينك؟ اشطفي بدربك بيت الخلا، وخدي معك هالصحن وهالكفكير. حاضر ستي. <تصفيق
غفرانك يا ربي غفرانك. اللهم يبعدنا عن الحرام والنظر الحرام بجاه الأولياء والصالحين وسائر الأنام. غفرانك يا ربي غفرانك. شايفتك عم تستغفر ربك، ممكن أعرف شو ذنبك؟ يا ربيعة، هي رابع مرة بتوقع عيني على شعراتها، يعني نص شعرة باين غطاها زاحط على كتافها، إيه ما بيجوز، والمسكينة ما في مجال تخبيهن مني. سلام قولا من رب رحيم. شعرات مين؟ يعني مين في غيرها بالبيت يا ربيعة؟ وليش هيك تضايقت وانهزيت؟ إيه شو هالشغلة الفظيعة؟ إذا ظنيت الشغلة أكبر، يو أنت التاني. ما بقدر أعمل منكر، ما بيطاوعني وجداني، وإذا بدك شغلي أخطر رح أحكي لك بلساني. هات لشوف. هذا يا ستي، أطلعت من البيت بكير وتركتك تنامي لضحوة، وقلت لحالي بطلب من فريزة تعمل لي فنجان قهوة. بس عفوك عفوك يا ربي، عفوك يا ربي عفوك، دخيلك لا تأخذني. ايه كمل شو صار. ها ها، لمحت البنت بكسر الهاء دون قصد، وركبتها مكشوفة عم تسقي مثل البلهاء حوض الورد، وما لحاسي بهالشوفه. غضيت نظري وقريت سورة التوبة والغافر، خفت هالنظرة تكون محسوبة عند الملائكة بالدفاتر، وطلعت من البيت متوسوس وتوسلت للأنبياء تتشفع لي، وقعدت بين التجار بالمجلس ومن برجه طاير عقلي. بقى الله يرضى عليك يا ربيعة، قولي للبنت تلبس وتتستر لي أضمن لي. يعني هلأ مشان شوفت ركبة عم تقرأ سورة التوبة؟ يعني يا أنا بطيبة قلبي جدبة، يا أنت صايرة أخلاقك عجبة. ولك حبيبتي أنا خايف على رزقة المحل، لأنه إذا أذنبت معها الرزقة بتقل. إيه بس يا حمدي الدنيا حرائي، إيه مو معقولة لبس البنت لك أحلى؟ خوش هي ما بتمانع وبتجي على مرائها، بس مو معقولة ضايقة. ما بعرف ما بعرف يا ربيعة، المهم أنا حكيت ونبهت. إيه قوم قوم يا قلبي قوم. لو بدي قوم؟ قوم نشرب الشاي على المشرقة، بينتك معصب عن حقه. أقومي. بالله الحالة ما بتجوز، يعني بيهون عليكي اذنب كل ما دقت الجرة بالكوز؟ خير شو القصة اليوم كمان؟ لازم هالمخلوقة تتستر وتحتشم كل شعرة شفته هلا، ولازم هالأمر ينحسم قبل ما بنار جهنم اتعلق. ليش شو شفت؟ شفت شي؟ معلوم شفت شي، شفت كل شي. شو شفت؟ شفت ايديها من الكوع لتحت، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بقى شلون الله بده يفتح بواب الرزق بوشي؟ وشلون شغلي بالدكان بده يمشي؟ بقى خلي البنت تتستر او من بيتنا هلا تتيسر. طول بالك يا حمدي، هالشغله دباره عندي، بس بدي اسالك. تفضلي. فكرك هالبنت قاصده تورجيك حالها؟ لا اشهد بالله، بالعكس، المخلوقه مو بهالوارد الله يعينها. والمشكله يا ربيعه انه لا بقدر اتخبى منها ولا بتقدر مني تتخبى. بقى شو ذنبي يا ربيعة وشو ذنبها؟ طيب انت ليش بتدقق كتير وبتعصب بلا طعمي؟ اذا كان بدك يعني اكل مشمش بالعتمة. على كل حال انا عندي الحل. شو هو؟ افضل شيء نستغني عنها ونسفرها لبيت اهلها. بس انا تعودت عليها يا حمدي، وانا بالشهر التاسع وما في حدا عندي، بيهون عليك تعبي يا ابو حامد. لا حول ولا قوة الا بالله. لا والله يا ربوعتي ما بيهون. أصبح لا تخليها تروح، خاصة إنه أهلي دريوا إنه في عندي صانعة عم تخدمني، والكل حسدوني عليها وفي منهم طلبوها مني. بس أنت لا تنخض ولا تفكر، أنا رح خليها تتستر قدامك قد ما بتقدر. شوفي يا ربيعة، أنا عندي حل شرعي وديني. شو هو؟ والمطلوب الطاوعيني. أنا بأمرك حبيب قلبي، بس شو هو؟ شو رأيك يا بنت الحلال لو كتبت كتاب براني عليها؟ وبهالحالة رح نعم؟ شو عم تقول؟
يا ربيعة شوفت الحرام صدقيني بتقطع الرزق الحلال، وما بدي يصير فيني على نفسي هاجنت وصال. ومنو هاي وصال كمان؟ هيك بيقولوا. أوينك؟ عندي حل أمثل وبتصوروا أفضل. وشو هو الحل بقى؟ بناخد فريزة لبيت أخي تخدم عنده، وأخي متمتع. يا حبيبي عليك أخي بدك صانعتي فريزة تروح تخدم سلفتي عزيزة؟ يا عيني، يعني ما بقى غير ضيف الفارة لوز والجلدين تاكل موز. هي من غير شي رافعة من خير علي، بقى كيف إذا صار عندها صانعة؟ لا ما حزرت بنوم. طيب شو أعمل لكان؟ لاقي لي حل، الله وكيلك رزقي انقطع بالمحل. ماشي الحال، أنت روح على دكانتك وخليني أفكر على مهل. أنا مسرورة كتير لأمانتك، وإلا ما لاقي لي شي حل سهل. ماشي الحال ربوعتي، يعني الله يختار لي فيه الخير. يلا سلام عليكم. وعليك السلام. بدك شي قبل ما أمشي؟ لا. السلام عليكي. بحبه. بدك الحق؟ تصرفك يا ربيعة حلو، وهيك الناس بيعملوا. يعني أنت ما أحلاكي وبعتي صانعتك لبيت سلفتك، لك شو أنت زارعة على أرضيها فجل؟ ولا رح تصدقي أنك أنت وياها رح تصيروا أهل؟ ولك فشرة، السلفة بتضل سلفة وما بيلبق للمدح، وعمرها ما كانت صاحبة لهفة، والقريص ما بينفرك على الجرح. طبعاً، اسمعوا يا جماعة، أنا مرة إجت لعندي سلفتي وعلى غفلة إجتني كريزة، قالت لي ريت الوجع لمعدتي، رح أجيب لك شوية مهنيزة. ولما طولت طلعت من غرفتي، رحت لقيت عم ترقص على الترابيزة. طبعاً السلفة مكيودة وبترقص بعزة ستة. سمعينا هلأ. المهم قلي لنا قصة جوزك، لأنه على هو الحكي ما بيهون عليه شوفك بارمة بوزيك. المهم يا حبيباتي، فكرت على مهلي وشاورت عقلي، وبيوم من الأيام ونحن عم ناكل محلي صار حمدي نقع الناعم ويردح لي. من كل الأراني مسدودة يا ربيعة، ومع إنه السوق ناشط ما عندي لا شروة ولا بيعة، وبصراحة ما لي ناوي أصرف من الرسمال. وكل الله يا رجال، التاجر مثل الشجرة بينكسى وبينعرى. صحيح، بس في شي بحياتنا مو طبيعي حتى الله موقف رزقي، وخايف لكون عامل لي شي عملة والله بعدي اسمه عم يشأزيني على عملتي. فكرك يعني إنه طبعا شوفة الحرام ممنوعة شرعا. طيب إن قبلت عرضك بتعاهدني انك تصون عرضك؟ ما فهمت عليكي. يعني اذا كتبت على فريزه كتاب براني ما بتعمل لي كاني ماني؟ شلون يعني؟ يعني بتعاهدني انك ما بتحكي معها لا كلمه نازله ولا كلمه طالعه؟ معقول يا روحي اترك الست والحق الصانعه؟ شو هالحكي اللي بيهز البدان؟ ان شاء الله يتحشوني بالكفن اذا كان ببالي بال. بس كل القصد يعني اذا وقع نظري عليها وهي عم تشتغل تكون هالنظرة حلال. طيب إذا كان هيك ساوي اللي بريحك، لأني بصراحة ما بقدر أقعد بلاها. ولا يهمك يا ربيعة، أصلاً رفيقي مع صنعته سواها ولحد هلأ عايش مثل الأخوة هو وياها. طيب إذا كان هيك الله يرضى عرفيقك وعليك. هيك ها؟ لك يسلم لي هالوش يلي ما بحسن خونه بنظرة غش. خدي 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 دوقي هاللوزينة، هاي من حلب محشية باللوز، جاب لي اياها صانعي ابو الزوز. الله يخلي لي اياك يا رب. صحة وهنا. طيبة. آمنتي بالله ترارارارارم، آمنتي بالله نور جمالك آية آية من الله، آمنتي بالله ترارارارارم. يا الله مع ضيوف وأحبة، يلي جوا لا يطلع لبرا ويلي برا يفوت يتخبى. تفضل يا شيخنا، تفضل شيخ بكري. يا الله يا الله. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. يا الله يا الله. تفضل لصدر يا سيدنا.
شكرا. ستي ستي، اجا سيدي ومعه ضيوف. وليش هيك ملهوجة؟ سمعته دايما هيك عادته، ما بيقول لي انه حيجيب ضيوف سيادته. ومين يلي معه؟ معه اثنين افنديه وشيخ بحطة بيضة. ما كذب خبر الزلمة والقريضة. يا اهلين وسهلين شيخ بكري، اشرقت الانوار. شكرا يا ابو حامد، شكرا. ايه سيدي، ان شاء الله البنت جاهزة، حكم بدي خلص شغلي قبل ما قلكم باي باي. ايه بس مو معقولة قبل ما تشرب كاسة شاي. يا سيدي انتو الكريمين ونحن المستاهلين. الله عليك يا شيخ بكري. كيفك ربوعتي؟ يلا يلا يا بنت، خليكي واقفة جنب الباب، وإذا سألناكي سؤال بتردي جواب. جواب شو سيدي؟ مثل ما عم قلك، الشيخ إجا مشان يكتب الكتاب. كتاب شو؟ ولك كتابك علي. كتاب شو؟ كتاب شكلي صوري مشان الحلال والحرام، هيك الأصول، واتفقت أنا مع ستك إذا حابة تضلي معنا على طول. ليش أنا رح لاقي أحسن منكم؟ ايه ما رح يصح لي، والله انتو اعز من اهلي. ولازم تفهمي انه كل شي رح يضل على ما هو. غرفتك تحت الدرج ونومتك على ما هي. يعني كل شي رح يصير حكي بحكي، بقى لا تفرحي كتير وتضحكي. وبدي اياك تفهمها يا حمدي انه بضل انا الست وهي الجارية، والشغلة كلها من ترتيبي، مو المي من تحتي جارية. فهماني شو قالت ستك؟ فهماني سيدي. وانتبهي على شو فهمتك. اي شيء رح يقلك يا شيخ بتقولي ايه. طيب مثل شو سيدي؟ مثلا بيسالوكي بتقبلي تتجوزيني على سنه الله ورسوله؟ بتقولي نعم قبلت. بيسالوكي بيسالوا لانه قبضتي مهر؟ بتقولي نعم قبضت. بيسالوكي قديش قبضتي بنات بدهروا هدول؟ بتقولي مثل ما بده سيدي، هو الرجال وانا البنت. ليش رح تكتب لها نقد؟ ايه طبعا، ما بيصح العقد بدون كتابة نقد، وانا رح اكتب لها 10 دراهم فضة مقدم ونصهم مأخر، مثل ما قلتي ربوعة، يعني شغلة حكي بحكي. اوعك لما بيسألوكي تتلبكي، خليكي بالأوضة وعلى نصتك، والأخذ والعطا من ورا الباب وعلى مسمع من ستك، فهمتي؟ مثل ما بدك سيدي. لك ليكو التاني على هالكلام السخيف، مو مثل ما بدي، مثل ما بده الشرع الحنيف. ان شاء الله يا ربيعة ربي بعدي اسمه ببحبحها معنا، لانه نحن عملنا ما استطعنا. ربوعة حبيبتي، لك كل شي فداكي بيهون. شو صار معنا؟ أنا مستعجل، عندي موعد ببيت الرتة. يا سيدي كل شي جاهز، والبنت موجودة بالأوضة مع ستها. عظيم، هلأ صارت موافقة البنت ضرورية، وانت يا أبو حامد لازم تضل قاعد هون لحتى نترك للبنت كامل الحرية بالرضا والقبول. بتأمر أمر يا شيخي. أستغفر الله. شرفوا يا شباب. شرف شرف شرف. يا الله شو شيخ بكري؟ طمني مش الحال؟ الحمد لله مش الحال. وقبلت توكلني، قال هي يتيمة ما لها حدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ستي ستي بدي اسألك. شو بدك هلا؟ العمى ما اسألك. ليش سيدي ما جاب معه سبت؟ سبت شو؟ سبت سكاكر وراحة يلي بجيبه العريس لعروسته بليلة الدخلة. ليلة الدخلة؟ قريتك تدخلي على نار جهنم إلهي. ليش ستي؟ مو تجوزني قبل شوي وخلاص؟ جواز قبرصي ان شاء الله، ما قلنا لك الشغله كلها حكي بحكي مشان الحرام والحلال؟ يعني وضروري يكتب كتابه علي وتجي كل هالرجال؟ هيك عقله، قال حتى يتوفق بشغله. القصه وما فيها انه هو صاحب دين، وانتي عديم ووقع بسلتين. ايه سيدي،
إن شاء الله ألف مبروك، كل شيء صار على تأنينه، سبحانه ربي يلي يسرنا دينه. إيه والله يا شيخي، سبحانه. تشربوا شاي أخضر أستيكانو؟ ما في مانع، بس مستعجل بدي لحق الصلاة بالجامع. صح، الحق معك، بتحب كل شيء بأوانه. شيخ بكري. هاي يا بنت، اتستري منيح وروحي على المطبخ اعملي لنا كاسة شاي أستيكانو. أوام. ما شاء الله ما شاء الله، وكان طول وأوان فتام مثل عود الرمان. تعي فريزة، عدي هون. اسمعي، ما رح يختلف شيها، بتضلي انتي صانعتي وانا ستك، وكل شي بده يمشي مثل ما فهمتك، يعني انا فوق وانتي تحت مثل ما انا قاعدين بهالجلسة، واوعك تعملي شي من تحت لتحت، انا وراكي عالدعسة. فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت ستي، فهمت. يمكن راحوا، ضبي شعراتك ومنيح يلي انتي على نياتك. اوف راحوا. تضايقت يا حبيبتي مو هيك؟ تضايقت لاني اشتقت لشوفتك والقعدة معك. كل هالقد بتحبيني يا ربيعة؟ والله فشر عمر بن ابي ربيعة. وليش لحتى ما احبك وانت عم تساوي كل شي بريده؟ ليش بيسترجي العبد يرفع راسه قدام سيده؟ ولك تسلم لقلبي على هالكلام الصدق يلي بيخلي قلبي يطرق من جوا طرق. شايف لك قعدتنا هون ما لها جنس الطعمه، امشي لاوضتنا حتى نغير النغمه. ليش لا، امشي حتى لعبك دقين برسيس نخزي فيهم ابليس. وانتي فريزه رجعي الكراسي لمحلهم واشطفي ارض ديار، وروحي نامي باوضتك، بكرة عندك طبق غسيل والمطبخ بده تعزيل. أمي أمي، ما سمعتي شو قالت لك ستك؟ بلا سيدي بلا، بس عم بستناكم لحتى تطلعوا من الغرفة لأنه بدي كنسها وأعمل للعتبة شطفة. بصراحة أنا حبيتها لهالبنت، ما لي شايفتها واقفة بالطريق، يعني أنا لو محلها كنت لي على قامتي لك بطقطي. إيه طبعاً، لأنه قدامها عم تصير المناغشة والمجاملة، وتحت عيونها عم تتم الحركشة والمغازلة. يمكن يا حسرتي حست حالها مو قد المقام ومبهدلة. لا، وسيدة سيدة جوزها وممنوع عنها، بقى حلولي هالمعادلة. شو يا شايفتك تعاطفتي معها، ريت الجني الاحمر ينتعك وينتعى. لا والله يا ربيعه مو قصه تعاطفت، بس قلبي وجعني عليها وشفت. الحاصله يا خان مات، بيوم من الايام اجى على بالي روح على الحمام حتى اكون على نظافه قبل الولاده، وعلى هالشي مثل ما بتعرفوا جرت العاده. شو شايفتك فايق اليوم بكير مع صوت الشحرير. اي والله يا بنت الحلال، كتران البيع علي والملائكة عم تحوم حوالي. لا تقولي كله هذا رضا ولله الحمد، وعهد الحرام انقضى وحطينا له حد. الله يوفقك يا حمدي وياخد بيدك. المهم انا رايحة اليوم على الحمام بدي اقضي نهاري. حلو يا ستي، نعيما سلفا. شو اي نعيما؟ بدي مصاري. فهمت عليكي، تكرمي خدي قد ما بدك وتنعمي. هاي اجرة الحمام لأم بكري إلي ولصانعتي، وهي للجواني وهي للبراني، وهي بخشيش علشاني. خدي كمان خدي. ليش الطمع؟ أنا مالي طماعة، الطمع ضر ما نفع والعبرة بالقناعة. طيب وهي مني إكرامية، روحي بقى انبسطي وتهني يا حورية. الله يرزقك يا رب،
لكن رح أعمل طنجرة مجدرة ورح أخذ معي مخلل، تعرف النسوان بيحبوا القرقرة، إذا تعوقنا لا تسأل. لا ما رح أسأل يا ستي هنا بكل لقمة. على كل حال إذا أنا تأخرت وما رجعت على البيت رح أتغدى مع جاري الخياط قربيت. إيه يلا. يلا أنا رايح، بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. خدي راحتك وتحممي ونعيما سلفا إن شاء الله. الله ينعم عليك، الله يفتح بوشك إلهي. الله يسلمك. فريزة، يا فريزة، تعملي نعم ستي. خلي عندك شوية ذوق وطلعي عاونيني ضب البقجة، بدنا مبكر بنروح على الحمام يلا. إيه بس أنا ما بقدر أروح معك يا ستي. وليش بقى؟ هيك يعني حاسة بشوية برد وبدني عم يفور ويهمط وشعر جسمي واقف مثل جلد الأنفط. إيه لا ما في فكة، بدك تروحي معي، بدك تساعديني بحمل البقجة، حاجة لعي. حاضر ستي، من شانك رح أصبر على وجعي. ان شاء الله نعيمة. اوف شو هالحرائي، بهالخطوتين من البيت لهون انتزع مرائي. وينك يا عم حتو؟ تاخذي البقاش من البنت وفوتيهم حطيهم عندك بالدهليز، وقولي لام عبد البلانه خليها تتوصى بالتراب الحلبيه والتكييف. على عيني، تكرمي ام بكري. ستي ستي زاد علي الوجع ومغصتني مصاريني، وخايف على حالي اوعى وتتلبكي فيني. لك على خدي هاي المفتاح، معي مفتاح تاني، روحي بوشك على البيت واغلي شوية نعنع ودهني بطنك بالزيت واستنيني لأرجع. خدي. كتر خيرك يا ستي. روحي من طريق السوق ولا تفتحي الباب لحدا. ها خلص خلص ستي، ما رح أفتح لمخلوق. محتة هاتي المناشة في الصرمة يرضى عليكي. يا شو الشوق خانم. شايفتك ما تحممتي. ما تحملت يا ام بكري. ليش كفى الله الشر؟ الدنيا شوق وهالولد بكري، فقلت لحالي يا بنت تعي بكره على رطوبه وبكري، احسن ما يصير شيء لهالولد، هيك فكري. الحق بايدك، ما في اصعب من المصابحه الماسيه. على كل حال اهلا وسهلا فيك يا ربيعه خانم. اعطينا كاسه شاي يا ام حدو. ما في لزوم ما في لزوم، خلي لي روح احسن لي. تفضلي، هي اجره الحمام يا ام بكري. يو شو عم تحكي انت؟ انت ما تحممتي بالمره، شلون بدي اخذ منك اجره؟ تسلمي لي. خدي مني ولا تكسفيني. طيب ماشي الحال رح اخذ، انت الكريمه ونحن ان شاء الله بنستاهل. وهي لام حده خليها توصل لي البقجه للبيت. يسلموا ايديكي، خليها تروح معك توصلي. لا بروح لحالي، معلش مو لهالدرجه، يلا خاطري. الله معك، مع السلامه ربيعه خانم. يا ام حده يا فريزة، لك وينك يا بنت؟ وين هاي؟ فريزة، لك وين هاي؟ فريزة، يا فريزة، وين صارت هاي؟ فريزة.
لا اعمل فيك العمايل، والله لا اعمل من لحمك فدايه، بعد هيك لا. بعد هيك انت الثاني بعد هيك خلص بقى. شو صار ليك؟ شو صار لي؟ عم تدافع عليها كمان؟ هص ولا حرف، لا تعملي لي فضايح. ولك عين تحكي انت الثاني؟ وليش لحتى ما احكي؟ كل القصه وما فيها انكم صرتوا مثل بعض، كتبت كتابي عليها حسب السنه والفرض، وما في لزوم تسبيها وتمسحي فيها الارض. اخ يا راسي شو عم بسمع؟ عمري معرفة الحرام والشرع سمح بأربعة، كل وحدة إلى ثلاث أيام ما عدا يوم الجمعة. ينكتوا كرارو على هالقفلة البايخة. إلهي قال يا مآمنة بالرجال ولك تحت السواهي دواهي. وشلونك هلأ أنت وياه؟ عايشة معه مجروحة وحاسة شي بقلبي انشعر، ما بقدر ألغي جوازتهم هالشرشوحة، هيك الله أمر. يخرب بيت رجال ما أقواهم، لا والنكتة ما في مجال نعيش بلاهم. إيه